السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تبشير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. ما زلنا مع الموضوعات الدينية الشيقة، فمعنا اليوم دعاء في دقيقة واحدة بعنوان دعاء يصلح لنا الدنيا. هذه دعوة صباحية، قلها في الصباح في أي يوم حينما تصبح يجب أن تحافظ على هذا الدعاء. نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين: اللهم اجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم أذهب عنا الحزن، وأزل عنا الهم والغم، وطرد من نفوسنا القلق والتوتر والضغط النفسي وهموم الحياة، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. تظلون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.